بدون طائرة بدون طيار، وهو النموذج الأول على المستوى العربي لمؤسسة الدراسات والخدمات والإنجازات الجوية بسوغر بتيارت. خالدة حجلالي. طائرة بدون طيار، نموذج تجريبي جزائري الصنع 100%. يستعد فريقها التقني للتحليق مع الكبار والمشاركة في الطبعة 108 لمعرض الطيران بشيكاغو الأمريكية. الفجر 10 هو أول نموذج على المستوى العربي يتميز بتكنولوجيا حديثة يمكن استغلالها في مجال مراقبة الطرقات وحماية الحدود وحتى استعمالات الأرصاد الجوية. هذا المشروع هذا يعتبر نموذج أولي بقياس 1/4، لأن المشروع الأصلي هو أنسيرا واللي هو الطول تاع بين الأجنحة 12 متر والطول تاعو يعني الطول تاعو فيها 8 مترات. التقنية اللي فيها تقنية متوازية مع كما قلت مع التقنيات الأوروبية والأمريكية، زائد على ذلك عندها مدى تاع طيران لمدة تفوق 24 ساعة. العلو نتاع الطائرة هذه اللي راح تلحقها تلحق علو 7 كيلومترات، والمسار أو المسافة يعني لوريون داكسيون سي 4000 كيلومتر، أنها تنجم بمراقبة يعني من الأرض تقطع مسافة تاع 172 كيلومتر. ونقدروا بامكانيات واحده اخرين نطوروا هذا المسافه الى 4000 كيلومتر، يعني الطائره هذه تاعنا تنجم تتقلع من الجزائر توصل لتمن راست وتولي بدون ما يكون عندها رافيتايمون في المسار. في يوم قريت في الجريده ان الجزائر بغات تشتري طائرات من هذا النوع على الولايات المتحده الامريكيه. 2009 سبتمبر كتب هناك بلي ان امريكا ترفض بيع طائرات من هذا النوع للجزائر، فشدني يعني الاحراج بان كيفاش ما تبيعناش، نصنعوا روحنا. احنا قلنا اننا نكون يعني سباقين باش نرفع الرايه تاعنا. هذا المشروع نتاعي راهو قابل باش يوظف 350 منصب شغل على المدى القصير، اما المدى البعيد يكون هناك ما يفوق 4000 منصب شغل. ولو دومين ايرونوتيك سي ان دومين تري فاست اي فيرج اون الجيري. الجزائر ورغم إمكاناتها من حيث المساحة إلا أنها تفتقد إلى نوادي الطيران، ونجاح هذه التجربة ليس نتيجة صدفة وإنما هو ثمرة جهد علمي يحتاج إلى الرعاية للتحليق في سماء الكبار.